هل المية بتخسس؟ هل المية بتتخن وبتطلع كرش؟ هل المية بتخلي صحتنا قوية جدا ومقاومة للتجاعيد وممكن تخلينا شباب مدى الحياة؟ لو عايزة تعرفي خليكي معايا لآخر الفيديو. ازيكم؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير. انا افراح حمدي، خبيرة التجميل الطبيعي بالعافية، والنهاردة انا جاية اقولك ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو شربتي مية بالمقدار الصحيح كل يوم. اول حاجة تعالي نتكلم عن شوية حقائق اساسية لازم تعرفيها عن اهمية المية بالنسبة لجسمك. المية بتمثل تلتين وزن جسمنا، وكمية المية الموجودة في كل جسم بتتوقف على عدة عوامل، منها السن، النوع، ونسبة الدهون في الجسم. طيب من الاخر كده، ليه مهم ان احنا نهتم بشرب المية ونخليه روتين يومي في حياتنا؟ اول حاجة، المية هي العامل الاساسي اللي بينظف السموم من جسمك، من غيره جسمك عمره ما هيقدر ينظف السموم، وبالتالي هتتراكم في جسمك وهتسبب لك مشاكل. المية بتظبط درجة حرارة الجسم على مدار اليوم، بتحمي القولون وبتحافظ على صحته، بتحمي المفاصل والاعضاء الداخلية للجسم. المية هي اللي بتحمل الاكسجين والمواد الغذائية لكل خلية وعضو من جسمك، وبالتالي بيتوقف عليها صحة كل خلية وكل جزء وكل وظيفة من وظائف جسمك. الانسان الطبيعي بيفقد من حوالي 3-4 لتر مية من جسمه في اليوم، واللي بتحصل عن طريق عملية التنفس، العرق، ووظائف الجسم الطبيعية. لما ما بتديش جسمك كمية المية الكافية وبيبقى عندك عملية جفاف وانت مش واخدة بالك، جسمك بيعمل حاجة مهمة جدا، وان هو بيحمي نفسه من حتة ان انت ما بتشربيش مية كتير، بان هو يخزن المية عشان يضمن ان هو هيقدر يقوم بوظائفه الحيوية. فانت عشان ما تخلوش يخاف لازم تديله مية فريش كل يوم، المية الكافية واللي هقولك عليها، عشان يقدر يقوم بوظائفه وفي نفس الوقت ما يخزنش المية في الجسم ووزنك يزيد على الفاضي. لما بيحصل جفاف في الجسم بتحصل حاجة مهمة جدا، وهي تراكم السموم، لانه مفيش حاجة تقدر تشيل السموم دي تطردها بره الجسم زي المية. ولما بيحصل عندك تراكم سموم في حاجتين مهمين جدا بيحصلوا لك. اول مشكلة هي زيادة الوزن وتراكم الدهون، تاني مشكلة هو ظهور التجاعيد المبكرة. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل المية بتخسس؟ المية في حد ذاتها ما بتخسس، المية ممكن تساعدك انك تخسي. طب ازاي المية ممكن تساعدك ان انت تخسي؟ ان انت تدي لجسمك مقدار المية الصح عشان جسمك يقوم بوظائفه، وبالتالي الحرق يبقى صح، الهضم يبقى صح، اخراج السموم من جسمك يبقى صح. ساعتها هتقدري مع نظام اكل صحي، اكل يناسبك ويناسب احتياجات جسمك، هتقدري بمنتهى السهولة تخسري وزن. لكن ان انت تقعدي تاكلي اكل مش صحي وتقعدي تشربي في مية وتفتكري ان المية هتخسس، يبقى انت هتضيع سنين من عمرك وهتضيع صحتك كمان في الطريق. هل المية بتتخن وبتطلع كرش؟ المية هتخليكي تتخني في حالة مهمة قوي، ان انت لو بتشربي مية كتير وبتاخدي برضو ملح كتير او حاجات بتحتوي على الملح كتير زي المخللات، او تكوني بتحطي ملح كتير جدا في اكلك، جسمك هيحوش المية دي لطبيعة جسمك لما بتكون نسبة الصوديوم عالية في جسمك. فلو انت مش عايزة جسمك يحوش مية، بمنتهى البساطة قللي الملح في اكلك واستخدميه باسلوب معقول، واشربي مقدار المية الصح اللي نازل جسمك، وساعتها عمر الميه ما هتتخنك. طيب هل الميه بتتسبب في ان انت يطلع لك كرش؟ نعم، المعلومه دي صحيحه في حاله واحده بس، ان انت تكوني بتشربي الميه بتاعتك كلها مره واحده. يعني في ناس بتمسك لتر ميه تشربه كله على بق واحد. المعده زي البالونه، لو احنا حملنا عليها جامد هتعمل لها ستريتش كده، هتتمدد. ولذلك انا دايما بنصح ان انتوا توزعوا الميه على مدار اليوم، عشان زي بالظبط بنسقي الزرع كده، ما ينفعش ان احنا نجيب 20,000 لتر ميه ونسقي الزرع، لازم نسقيه بالراحه وعلى فترات متباعده، وما ينفعش مثلا نسقيه مره واحده في الاسبوع مثلا ويعيش، هيموت. بنوزع الميه على اليوم كله زي ما هشرح لك ازاي كمان شويه. طيب هل الميه لها علاقه بالتجاعيد؟ دي بقى من اهم الحاجات اللي انا عايزه اعمل عليها هايلايت او اسلط عليها الضوء. زي ما انا قلت، صحة كل خلية من جسمك وكل جهاز وظيفة من جسمك بتتوقف على المية، وبالتالي ظهور التجاعيد في بشرتك هو علامة او رسالة من جسمك بتقولك في حاجة غلط. ده بسبب الجفاف، مفيش تغذية ولا اكسجين واصل لبشرتك لفترات طويلة وسنوات طويلة من عمرك. ممكن برضو تظهر لك المشكلة دي في سن مبكر بسبب العادات السيئة اللي من ضمنها ان انت ما بتشربيش مية وما بتتبعيش عادات صحية في يومك بشكل عام. لازم تشربي مية كويس عشان وظائف جسمك كلها تشتغل صح، وبالتالي مع الاكل الصحي يوصل الاكسجين ويوصل تغذية لبشرتك، فتحصلي على بشرة جميلة خالية من التجاعيد. وفي نفس الوقت لو انت عاوزة تتجنبي التجاعيد او التجاعيد المبكرة، اول حاجة لازم تعمليها ان انت تشربي المقدار الصح من المية بشكل يومي. ايه هو افضل وقت نشرب فيه المية؟ نشرب قد ايه مية؟ وازاي بالظبط نشرب المية؟ اول حاجة، افضل وقت نشرب فيه المية هو اول ما نصحى من النوم، نبدأ يومنا بشرب المية بعد 5-6-7-8 ساعات من النوم. السموم بتبقى متراكمة،
وراكدة محتاجة تتحرك وتخرج بره الجسم. ادوا لجسمكم مية اول ما تصحوا من النوم، مش شاي ولا قهوة. بعد ما نشرب المية ممكن نشرب الشاي او نشرب القهوة زي ما احنا عاوزين. على مدار اليوم افضل وقت لشرب المية هو قبل الاكل بنص ساعة وبعد الاكل بساعة، عشان قبل الاكل يبقى احنا مش هناكل كتير، وبعد الاكل ندي فرصة للجهاز الهضمي يهضم الاكل كويس بالعصارة اللي بتنتج منه بشكل طبيعي، لان لو شربنا مية كتير بعد الاكل العصارة دي بتخف والهضم بيبقى بطيء، فاحنا كده بنساعد جسمنا ان هو يهضم بطريقة اسرع. 8 كوبايات في اليوم هو المعدل الطبيعي للانسان العادي، بس انا هقولك دلوقتي بالظبط انت محتاجة تشربي كام كوباية بالظبط في اليوم عشان تدي لجسمك نسبة المية المظبوطة. متفق عليه ان لكل 30 كيلو من جسمنا المفروض نشرب لتر واحد من المية، فانت بقى طبعا تحسبيها على حسب انت وزنك بالظبط كام كيلو. حاولي دايما تتجنبي المية اللي انت شاكة فيها او حاسة انها مش نقية. لو انت المية عندك فيها كلور كتير او معكرة او مش نقية ركبي فلتر. لما تيجي تحفظي المية بتاعتك اللي بتشربيها حاولي دايما تخزنيها في اوعية ازاز لو عندك، وبعيدي عن البلاستيك، وخصوصا البلاستيك اللي بيحتوي على المادة اللي اسمها البي بي اي، لانها مادة سامة وبتضر جدا جسمك. لو عندك سؤال اكتبيه في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك. لو عايزة اشوف الفيديوهات بتاعتي في المستقبل اعملي اشتراك، ولو عايزة تعرفي اخبار الفيديوهات اول باول تابعيني على السوشيال ميديا افراح حمدي، وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي. باي باي.